اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين، ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا ويغضب لله تعالى ويرضى ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية
تركب البعير والفرس والبغلة وحمارا وحمارا بعض الملوك إليه أهدى وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل اللوم ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى وهاهنا
وبلغ ضاعن الإملاء في فدا تسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.